باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. في مزمور من مزامير داود أحب أقرأ لحضراتكم دلوقتي، لأن كتير بنقول الكلام ده زي ما هو قاله في المزمور 10: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ موقف مرعب. يوم الإنسان يفتش على ربنا وما يلاقيهوش. تخيل ليك كده واحد صاحبك، تقعدوا مع بعض وتخرجوا مع بعض وتشتروا مع بعض وتلعبوا مع بعض وتسلوا مع بعض، ويوم ما تقع في مشكلة يسيبك ويمشي. تقول عليه ايه؟ ايه؟ تخيلوا، المزمور ده إهانة لرب الوجود. ليه؟ أنت بتفتش على ربنا يختفي؟ أمال مين اللي ظهر؟ أنت؟ خدوا بالكم، وقت الأزمة الإنسان بيتكلم كلام صعب على ربنا، وربنا بيستحمل ويعدي لأنه يترفق بالضالين والجهال. مزمور مرعب، طلعته صعبة. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ كأن ربنا ده حد محدود، أنا في وسط الطحن وهو واقف بعيد بيبص عليا كده بيشوف هيجرى لي إيه، كأنه بيتفرج عليا. ولماذا تختفي؟ ما مين اللي ظهر؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يعني هو بتاع الوسع بس. كلام أنا عايزكم تفكروا فيه شوية. هل ربنا كده فعلا بالصفات الصعبة دي اللي قالها داود؟ طبعا المزمور كله مرارة، ويبدو أنه كان بيمر بأزمة جامدة، وما ترى المزمور تجد في حد شرير كان بيتهمم ويتعقب ويعمل ويسوي كلام صعب. لكن سامحوني، أحيانا يكون ده فكرا. أنا السؤال اللي أنا هسأله دلوقتي مش أنت فين يا رب في وقت الضيق، لا، أنا بكون فين يا رب وقت الضيق؟ أنا اللي بكون فين الحقيقة؟ مكان الإنسان وقت الضيق هو اللي بيحدد انطباعاته وكلامه. في إنجيل معلمنا قديس يوحنا إصحاح 16 آيتين في غاية الأهمية. بيقول إيه بقى القديس يوحنا على فم رب المجد يسوع وهو بيتكلم على أزمات العالم وضيقات العالم وكده؟ بيقول كده عدد 4 عدد 32: هوذا تأتي ساعة وقد أتت، قد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. كنت بمر بمشكلة ضخمة قوي تهدد كل حياتي، وأنا من محب صلوات الأجبية وأحب أصلي السواعي وأختارها حلو، يعني أعرف أختار المزامير اللي أنا محتاجها والصلاة اللي أنا محتاجها واخد وقت فيها، أعرف أتفك إزاي. إن من كتر ما قابلت مشاكل اتعلمت المزامير اللي بتساعدني إيه والصلوات اللي بتساعدني إيه وكده. في اليوم ده للأسف أنا صليت كل المزامير اللي أنا بحبها
وما وجدتش راحة. وهنا كان الخطر كله. ليه؟ عايز أشرح لكم حاجة مهمة قوي. وقت المشكلة بيجي إبليس يفرض وجوده فيها ويطبق بإيده على قلبك. أنت تقول أنا قلبي مقبوض فعلا، فارض هو سلطانه فيها. عامل المشكلة وفارد جناحاته مدار النور وقابض على قلبي. هتقول لك أنا قلبي مقبوض، أنا خايف، أنا متهيألي الموضوع مش هيعدي بسلام، أنا متهيألي الموضوع ده مش هينجح، أنا متهيألك زي ما أنت متهيألك. على العكس تماما، أما يكون حضور الله واضح يملك علينا بالسلام ويملك علينا بالراحة. عندي قوتين بيشتغلوا، قوة تملك عليك بالخوف وتفرض سلطانها عليك بالخوف. الإيمان هنا مش موجود، وده اللي قاله يسوع المسيح للتلاميذ لما راح لهم في البحيرة وسط الهياج بتاع الأمواج وعاتبهم: ما بالكم هكذا خائفين، كيف لا إيمان لكم؟ افهم كده، أول ما تشعر بالخوف ينعدم الإيمان، وأول ما تشعر بالإيمان ينعدم الخوف. الخوف هو القوة التي يسيطر بها إبليس على الإنسان. حتى إن في رسالة العبرانيين إصحاح 2 يقول: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك كذلك هو أيضا فيهما لكي يبيد بموته ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. كلمة عبودية هنا إنك مستعبد بقوة، هي قوة إبليس. بإيه؟ بالخوف. الخوف يا أحبائي هو روح العبودية. قديس بولس يقول في رومية 8: لأنكم لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. بيميز ما بين روح خوف يجعلك مستعبد لإبليس. أكلمك بأمانة، حتى لو كان في أمل المشكلة تتحل مش هتتحل. ليه؟ ما أنت اديت سمام الأمر لإبليس. عايز أقرأ لكم حتة صغيرة كده عشان أكمل عليها الموضوع ومش هنروح بعيد. لو فتحنا إنجيل مرقس، مش مهم تفتحوه، أنا أطلعها لكم، إصحاح 6 في أوله يقول إن يسوع المسيح راح كفر نحوم. يقول كده: وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه، ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع. المهم، فاللي في المجمع كلهم قالوا: أليس هذا هو النجار ابن يوسف؟ أو ليست أمه وأخواته هنونة؟ إيه ده إيه ده؟ من أين لهذا هذه؟ والحكمة دي كلها منين؟ الناس بتبص له كإنسان. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ولم، خدوا بالكم الآية دي لأنها صعبة قدامكم، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا إيه؟ قوة واحدة. إيه؟ لم يقدر أن يصنع هناك ولا إيه؟ يعني إيه لم يقدر؟ يعني يجيبوا له واحد أعمى يجي يشفيه، ها شايف؟ لا برضه مش شايف.
يجيبوا له واحد عليه برص ويصلي له عشان يشفيه، البرص ما راحش. يجيبوا له حد مقعد، قوم زي ما كان بيقول قوم احمد سيبك وامشي، وما يقومش. حد يتخيل يسوع في الموقف ده؟ يقول عليه اشعياء: لماذا تقف كجبار لا يستطيع ان يخلص؟ مرعب ان يكون يسوع كلي القدره كلي الاستطاعه مش قادر يعمل معاك حاجه. انا صليت وصرخت وعملت ومش قادر يعمل معاك حاجه. اوعى تفوتك اللقطه دي لانها لقطه مرعبه. ليه؟ يقول لك: وتعجب من عدم ايمانهم. اول ما يغيب ايمان الانسان ينعدم العمل الالهي تماما. عشان كده داود في الوقت ده كان في الايمان ولا كان في الخوف؟ لماذا تختفي يا رب؟ ليه ما عملتش اي حاجه معايا؟ ده انت كنت تقدر تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. وعنده اشكال كتير للمعونه الالهيه. ليه ربنا سامحوني مش عايز يعمل؟ لا، ده مش قادر يعمل. ده يسوع كان في ضميره يعمل. فتخيلوا النيه موجوده عند يسوع ولا لا؟ عايز يساعد ولا مش عايز يساعد؟ حدش بيرد عليا. طب ليه ما عملش؟ ها؟ تخيل ما قدرش. ما قدرش دي انا بستحملها. ما قدرش ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه. اتفضل حبيبي، اتفضل. تخيل بقى، يقول لك بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يقول لك نظر يسوع الى ايمانه وقال له: مد يدك. فللوقت صارت صحيحة. المرأة نزفة الدم جاءت من وراءه ماشية تزحف على قدميها، قالت في نفسها: إن مسست ولو هد بصوبه برئت. وعلمت في نفسها أنها قد برئت، وللوقت جف ينبوع دمها. فوقف يسوع وقال: من لمسني؟ الوقت ده كان يسوع ماشي مشوار ضخم قوي واستعد لأورشليم. ولو انتوا رحتوا الموالد زمان، ناس بتزق لقدام وناس زق ورا وناس زق كده، وده مين اللي ماشي؟ ده يسوع. وابوه مين اللي عايز يقرب ويلمس؟ وراح يسوع واقف في النص. مين لمسني؟ بطرس قال له: يا رب الجموع بتسحومك، ده امم بتزقنا. تقول مين لمسني؟ قال لهم: في قوه خرجت مني. سامحوني بقى، القوه دي خرجت باذنه ولا من غير اذنه؟ لا، من غير اذن خرجت. تخيلوا بقى، لدرجه لما عرفت ان امرأة انكشف فجت وهي خايفه. ليه؟ ما يصحش واحده عليها نزيف دم كانوا يعتبروه نجاسه ايام اليهوديه انها تلمس رجل الله. فخايفه: لا لا تخافي يا ابنه، ثقي، ايمانك شفاكي. إذن إحنا بالإيمان نعلن حضور الله، وفي غياب الإيمان هو فين ربنا؟ هو فين ربنا؟ يقدر يعمل معنا حاجة؟ احفظ الآية دي، بدون إيمان لا يمكن إيه؟ بدون إيمان. الإيمان هو القناة التي تستطيع من خلالها تحصل على كل عطايا وبركات الله. الذين بالإيمان نالوا الموعد. اقرأ صح 11. بالإيمان صنعوا بؤس، سدوا أفواه سود. ايه ده؟ بالإيمان. طب شيل الإيمان، نرجع بقى تاني للموضوع من أوله. في وقت الإيمان بيبقى مين اللي مهيمن على الموقف؟ وقت الإيمان يكون ربنا مسيطر. مسيطر ايه؟ بطريقه غير عاديه. ضرت ابليس بيكش. عشان كده انت مثلا لما تكون في وسط ازمه
في مزمور يقول لك ايه؟ الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي من اجزع، عند اقتراب الاشرار مني مضايقية واعداء عصر ان يحاربني جيش. وانت عمال بتقول الكلام ده انت الايمان بيزيد في قلبك والرعب بيزيد في قلب مين؟ انت بتصدر له الخوف اللي رماه عليك. يخلص المزمور انت مسنود وهو واقع. ما لو انت بتحب المزامير، انا بحب انا عمري ما عدت احفظ مزامير، بس انا حافظها من كتر ما بصليها. لما يجي في صلاه الساعه 6 اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم بلي، فان الغرباء قد قاموا عليا والاقوياء لم يجعلوا اوز الله عوني والرب ناصر نفس. عارف العيل الصغير لما حرامي يقرب منه يقول بابا، الحرامي بيعمل ايه؟ ده ما قالش ماما، ده قال بابا بس، ولو ماما يشوف له بقى ايه ده. فانت بتقول اللهم باسمك خلصني بقوتك احكم، استجب لي اصغي لكلام ده. قال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انت بتلم عليه السم. راح يجي لك مزمور في الصلاه الساعه الثالثه يقول لك ايه؟ يستجيب لك الرب في يوم شدتك وينصرك اسم اله يعقوب، يرسل لك عون. انت عايز ابليس يسمع يرسل لك عون من قدس وتنوقف؟ ليه اهبل؟ لو انت بتصلي المزمور، مزمور صليه كأنك انت اللي طالع من قلبك، مش بتصلي مزمور قاله داود، لا صليه انت اللي بتقوله. تقول ارحمني يا الله، ارحمني، عليك يا رب توكلت نفسي، تحت جناحيك يا رب احتمي، وتحس بالحماية الى ان يعبر الاسم. اصرخ الى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني، جعل العار على الذين يطعونني. إذ أرسل الله رحمته وحقه، خلص نفسي من بين الأشبال إذ نمت مضطرب. لو أنت بتصلي المزمور كده هتحصل على قوة غير عادية. عشان كده يقول في سلاح الله الكامل، خذوا لكم سيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله. ربنا شهد لمزامير داود ان هي دي كما قال داود بالروح. عشان كده كان قداسة بابا شنودة يقول لك ايه؟ احفظوا المزامير تحفظوا. انا عايز اقول لك بتبقى متعة عندك وانت بتتخلص من العدو في الصلاة، تخلص من عدوك بقوة الصلاة. تلاقي حاجة عجيبة جدا، شوف بقى يحصل ايه. اول حاجة الله مش بيحل المشكلة، مال ايه؟ بيحلك انت من المشكلة. الله ايه؟ مش بيحل المشكلة بس بيعمل ايه؟ يروح مدد ايده. اول ما يمد ايده راح قبل السحب، تلاقي قلبك اتفك، قلبك اتفك، قادر ترتاح، قادر تصلي، قادر تكمل، قادر تعمل. وتلاقي نفسك مش خايف لا من رئيسك ولا من عدوك ولا خايف من مشكلة. العجيب أول ما بيضيع الخوف تلاقي طاقات الروح بتنبسط جواك، وتلاقي مخرج وحل لمشكلتك اللي انت كان في خوفك ملاش حل. ازاي؟ يقول قديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 10، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لم تصبكم تجربة إلا إيه؟ ولكن الله أمين، واحد أمين واقف، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، بل يعطي مع التجربة إيه؟ المنفذ. مين اللي بيديك المنفذ؟ طب لو أنت خايف هتشوف المنفذ؟ يعلم الله، يبقى المنفذ موجود وما أنت شايفه. أنا بديكوا تدريب هيفيدكوا. إبليس يملك بالخوف، الله يملك بالإيمان. طب إزاي أنا أبدد الخوف؟ بصلاة المزامير. ما تضيعش وقتك، خلي عندك مزمور أو اتنين أو تلاتة حلوين، ابتدي. لو أنت ليك عشرة مع الأجبية هتلاقي نفسك أنت حافظهم بالفطرة والصديقة، أنت كل يوم بتصلي. يعني أنا حابب قوي يعني يكون لنا العشرة دي. كلمكم بالأمانة، أنا ليه أولاد كتير هاجروا من 20-30 سنة، يشهد ربنا عليهم، يكلموني يقول أنت أحلى حاجة سلمتها لنا الأجبية وصلوات السواعي. أوعوا تتخيلوا مليانة قوة قد إيه ضد العدو.
هديلكم مثال لطريقه الصلاه. لما تيجي انت تعرف صلاه الثالثه يقول لك سلاما اترك لكم سلامي ايه؟ انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم ايه؟ لا تضطرب قلوبكم ولا نعيدها كمان مره. سلاما اترك لكم سلامي انا ايه؟ سلاما اترك لكم سلامي انا ليس كما يعطي العالم ايه؟ العالم ممكن يديك وظيفه ثابته ويعمل لك عقد. العالم ممكن يديك فلوس تعمل لك دخل. العالم ممكن يديك مغانم معينه. مش ده اللي انا بتكلم عنه. ليه؟ ممكن العالم يسحب ده منك في لحظه تقع. ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا ايه؟ تجزع. يعني عمر لقلبك يضطرب ولا يجزع. حد كده الايه دي كلنا بنقولها. انا في مره واقف قدامها لقيت ربنا بينبهني بيقول لي ايه الفرق بين دي ودي؟ قلت له بين ايه وايه يا رب؟ قال لي بين سلاما اترك لكم وسلامي انا اعطيكم. قلت له كلامك حلو كله. قال لي افهم ايه الفرق بين دي ودي؟ سكت. عرفت ان ربنا بياخدني في نقطه حلوه. انا النهارده اما اقول له كرولوس انا هديك فلوس يا كرولوس ممكن اضرب ايدي في جيبي واطلع 200 جنيه مثلا 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 ده وعظ. جايبينه منين ده؟ جاي مع مين ده؟ هنسربه. مثلا واخدين بالكم؟ هطلع 200 جنيه واديها له. لكن لو قلت له فلوسي انا اعطيك لازم اعمل ايه؟ ده لو عندي دفتر توفير ولو عندي فيزا ولو عندي شقه ملك روح. ايه ده؟ ده انا هدي له فلوسي. انا يومها غمرني نعمه وفرح. ايه ده؟ قال لي سلامي انا هعطيك. يا ربي كان حته يوم بقيت اقول له انت اديني سلامك كله يا رب. انا من كتر انشغالي فيها وفرحي بيها انا حسيت بنعمه ملهاش حدود. ما زلت متمتع بيها ان ما فيش حد امين زيه وما فيش حد جميل زيه ما فيش حد بيحبني ويحتملني في ضعفي زيه. يقول لي سلاما اترك لكم. شكرا. لا سلامي انا ايه؟ يا رب لما تفيد السلام بتاع مين؟ بتاع يسوع. سلام اللي وقف قدام المحاكمات هادي جدا واللي وقف بيه على الصليب يصلي لاجل صليبيه واللي مات بيه واللي قام بيه ورفع ممجد. سلام ملوش حدود. سلام الله الذي يفوق كل عقل. بعد ما اداني العطيه دي الدهان الدهاني يحصل كوارث قدامي والاقي عندي هدوء غير عادي. ابتديت افهم كلمه البابا كرولوس اني حاصل في قلبي على سلام. لا اظن ان هناك شيء تحت السماء يستطيع ان يزعزعه. اني حاصل. انتوا عارفين الكلمه دي البابا كرولوس؟ انا مش عارفينها. من كلماته الجميله قوي. اني حاصل في قلبي على ايه؟ على لا اظن ان هناك شيء على وجه الارض. ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. سلام المسيح. اذا في وقت الازمه اذا استطعت ان تصل الى مزمور تصلي والى طلبه تطلبها والى ايه ترددها اول حاجه هتصدر الخوف اللي جواك لمين؟ ويجي ايد المسيح تتحط على قلبك تسحب ايد مين؟ ويضيع الخوف. يبتدي يحصل حاجه عجيبه قوي. ايه؟ يبتدي تتعرف على الاله الذي له في الموت مخارج. الاله الذي له في الموت ايه؟ لا الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون بل يعطي مع التجربه ايضا المنفذ. لا نفسك وانت بتصلي كده ربنا بيقول لك كلم فلان هيحل لك المشكله. ده بيحصل معايا وبامانه ما تنهاش والاقي باب مفتوح ما كانش يخطر لي على بال. افتح الورق الفلاني هتلاقي كذا والاقي ايه ده والاقي ايه ده ايه ده. لما يقول لك هيدي منفذ هيدي منفذ. طب وانت وسط خوفك هتشوف المنفذ ده؟ هتشوف المنفذ ده وسط الخوف؟ مش هتشوفيه. بتشوفها ضلمه يعلم ربنا. بنشوفها زي ما هو قال كده لماذا تختفي؟
أنا من كلكم خبرة عمري، يعني أنا مش بديكم وعظة يعلم ربنا، أنا دي حياتي اللي عشتها. أغلى حاجة تديها الناس بتحبهم إيه؟ خبرة عمرك. ففي وسط الأمور اللي تهددتني كلها في حياتي، أنا كان بالنسبة لي الآية دي فيصلية، مزامير معينة أنا عشتها وعشتها وعيشتها، كانت سند ملوش حل في وسط الأمور. إذا ربنا يستطيع من خلال إيماني أن يفعل المستحيلات، الله يستطيع من خلال إيه؟ لو إيماني أنا اتسرب، حتى لو ربنا موجود هيقدر يعمل حاجة؟ ها؟ هي دي طريقة إبليس تماما، هي دي طريقة إبليس تماما، إنه يسرب إيمانك عشان الظلمة تزيد، وفي وسط العتمة الخوف يسيطر عليك، يقبض قلبك، يوقف تفكيرك، وتقول ده ربنا مش هيعمل حاجة. وبالفعل بنعمة المسيح وبدون مقاطعة ربنا مش هيعمل حاجة معاك. ليه؟ ما انت اللي قلت ربنا مش هيعمل حاجة، وانا اللي قلت ابليس يقولك كده، انت اللي بتقول، يقول يا رب ده بقول انت مش تعمل حاجة، تعمل ازاي يعني؟ حد منكم قادر يفتكر احداث حصل معاك الكلام ده؟ حد منكم قادر يفكر في مواقف كده حسيت فيها ان صوت جواك يقول لك ربنا مش هيعمل حاجة، ولو كان عايز يعمل كان عمل من زمان؟ اعرف دي طريقته، أعرف ده صوته، وينبغي أن تدركه. أين يوجد الله وقت الضيق؟ أنا أحكي لكم حاجات أنتم عارفينها، بس أنا أحب أحكي معاكم. أنا معايا وقت مش كده برضو ولا إيه؟ معانا شوية وقت، أنتوا عايزين تروحوا أمتى؟ ها؟ ماشي، أحكي لكم قصة كلكم عارفينها. يوم ما نبوخذ نصر قلب على الفتية التلاتة وطلب ان هم يا اما يسجدوا للتمثال ويبخروا ليه، يا اما يترموا في اتون النار، عيون الشعب كلها باكت عليهم، وابتدت اجتماعات الصلاه تنتشر في وسط كل اهل الغربه، وناس قالوا لا ده نبوخذ نصر ده ربنا ده هيموت قبل ما يعمل فيهم حاجه، وناس قالوا لا ده هتنزل مطره تطفي الاتون قبل ما يرموا الناس دول، لا ده ربنا هيعمل كذا وتيجي كذا ويجي. تاني يوم لا نبوخذ نصر مات ولا نزلت المطره تطفي الاتون ولا الناس المعذبين، ده كله اكتمل. فين ربنا بقى؟ احنا كنا بنصلي فين ربنا؟ فين ربنا؟ احلى شباب عندنا وقال بغلدت دول عبدوك، دول كانوا مؤمنين، دول كانوا يصلوا لك، سيبهم كده، بتقول ليش ربنا بقى؟ فين ربنا؟ وشالوهم وراحوا رميانهم في وسط الاتون، الناس عميت دموع وصراخ وزعل من ربنا. ربنا كان فين ساعتها؟ جوه الاتون، جوه الاتون. عشان كده في ترنيمة تقول لك في بعادك أنا ديلك فأتونك أنا جيلك. تخيل يوم إبليس ينصب الشبكة وتكتمل وتلاقي نفسك فعلا في الأتون، وتلاقي نفسك في مفاجأة، مواجهة مع يسوع شخصيا، مواجهة مع يسوع شخصيا شخصيا، مش حد تاني، ده هو بنفسه اللي بيقول في كل ضيقهم ايه. احكي لكم حاجة حصلت معايا زمان، كان 35 سنة كان حصل لي حادثة، وكانت يعني حادثة في الخدمة كده وبتاع، وكانت رجلي دي مدردشة شرايح قد كده ومسامير ملهاش عادة، تيجي 36 ما كانش عادة يتخيل انها مش تاني. وبعدين من اول ما عملوا عمليات من تاني يوم مديني، هم عارفين طبعا ربنا ما يوريها لحد، المسامير دي كل مسمار ينقح لوحده ما ينقحوش مع بعض، يعني لو انت مركب لك 24 مسمار كل واحد كأنك كل واحد شغال لوحده، فيدونا كمية مسكنات ملهاش حل،
جم بقى تاني يوم بيدوني مسكنات وانا خدتها، اجي فوق عشان اصلي مش قادر اصلي، والمسكنات بتاخدني توهني، بقيت نفسي بين قوتين. فجيت للممرضة تاني يوم قلت لها ايه، ما تجربي ما تدينيش المسكنات النهاردة. قالت لي الدكتور كاتبها وبتاع، قلت لها وصلها نديلك زرارة اهو. قالت لي حاضر. وقعدت اصلي، والعجيب ما تعبتش، واصلي وما تعبتش، واصلي وما تعبتش، وعدت الليله. تاني يوم نفس الشيء، تالت يوم قعدت على كده كتير، قعدت على كده شهرين، حد ما جه في مره كان في، انا قعدت في المستشفى كتير 3 اشهر، كان في اسبوع الالام كانوا جايبين لي خصتين حاطين لي صوره المسيح، وابتديت اصلي كالعاده. فانا متعود دايما يبتدي النائحه وانا ابتدي الصلاه، بس الاقي الصلاه عملت ايه؟ في الليله دي ابتدى النائح وانا ابتدي الصلاه، بس النائح ما بطلش، واتنقل من حته لحته لحته، لقيت نفسي كلي مولع كلي مولع، وعيط له. وبعدين رحت دايس على الزرار، الممرضه جت الحقيني باي حاجه، قالت لي حاجه ايه؟ لما العين وقالنا شهر ونص شهرين، انت ما خدتش مسكنات اساسا؟ حتى الدكتور كان بيتعجب، وازاي انت مش بتاخد؟ طب هاتي لي حاجه. لا ما اقدرش اجيب لك حاجه، معاك للصبح لما يجي الدكتور. الصبح لسه في اول الليل. وبصيت له وبكيت، جايبين لي صورته وباكلين لي الشوك كده، قلت له كده اهو هتسيبني؟ انا اتكلت عليك هتسيبني؟ وقعدت اكلمه، فجئت بيه قدامي. قال لي بتعيط ليه؟ قلت له النقح ده. قال لي ما تبص كده لرجليك، ابص على المسامير الاقي لؤلؤه بتلمع، مكان كله مسمار، والمسمار اللي ينقح ولع منه اللؤلؤه كده. قعدت ابص كده وابص كده، الساعه بقت 8 الصبح، نور الشمس كان دخل الاوضه، عدى عليا الاوضه بحضور ونعمته. اوعى تتخيل ان الهنا يتخلى عن انسان، في بعادك اناديلك فاتونك ايه؟ انا ما اعرفش عارفين الترنيمه دي، في بعادك اناديلك فاتونك انا واسكب على راسك طيبي. عارفينها؟ عايزين نمحو أمية الترانيم عندنا. بقول لك واسكب على راسك طيبي واعد لك تاني سكيبي، بس انت تعالى تعالى ده مكانك فيا جعالة. اوعى تتخيله، اوعى تتخيله. عندنا اله اوعى اعلن ثقتك بيه دايما، ثقتك بحضوره ترعب ابليس. نواصخ، انت قلت يا رب ها انا معكم كل الايام، مش يوم ويوم. انا واثق انك معايا، انا واثق انك معايا، ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. انا واثق انك موجود في اللحظه تلاقي الشر والخطر، قول له انا واثق انك موجود. اعلن ثقتك بوجود الله، صدر خوفك لابليس، خلي ايمانك يسمح لربنا يتمجد معك. انا متهيألي محدش منكم هينسى الموضوع ده ابدا، مش كده برضو؟ ها ابليس بيملك بايه وربنا بيملك بايه؟ طب ازاي انا اطرد الخوف؟ بالمزامير والايات اللي فيها حضور الله. يقول لك لا خلاص انت مكتوب عليك لا، انما خير ورحمه يتبعاني كل ايام. تقولش كده، متقدرش تقول كده. ده ربنا قال لا اترككم يتامى، اني انا اتي اليكم. لا ده ربنا يدعونا اسمه يسوع، ناس تفسيره الله معنا، عمره ما هيتغير واسمه مش هيتغير، اسمك يسوع. يعني الله ايه ده ايه ده ايه ده؟ عمانه ايه تفسير الله معنا؟
ويسوع يخلصنا من ايه ده اساميه نفسه. انت تحتاج لدفعة ايمان قوية. حاجة كمان عايزكم تتعلموها، في مزمور حلو قوي اسمه المزمور 103. المزمور ده بيقول باركي يا نفسي الرب ولا ايه تنسي كل حسناته. يعني ايه؟ الذي يفدي من الحفرة حياتك ويشبع بالخير عمرك ويشفي جميع امراضك تجدد. اقعد افتكر اعمال الله معاك. بولس الرسول يوما ما في رسالة بولس الرسول الثانية في الإصحاح الأول بيقول إن احنا أما من جهة ضيقاتنا التي أصابتنا فإننا قد تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. أيضا بولس يئس، يئس من الحياة بس ما يئسش من ربنا. عايزكم تقروا الجزء ده معايا، هاتوا كرونسوس الأولى كده الإصحاح الأول، روعة. يقول انا اموت بس ربنا يقدر يعمل. شوف يقول ايه بقى في كورنثوس الثانية الاصحاح الاول، بيقول ايه في عدد 8 قدامنا، نقرا مع بعض كده. فاننا ايه؟ لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقاتنا التي اصابتنا في اسيا، اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايه؟ ايسنا من الحياة. خد بالك ده يئس منين؟ ميتين. طب ده كده بولس يئس؟ لا، هو يئس من الحياة وعنده ثقة في الله. بص اللي جاي بقى بيقول ايه بقى؟ لكن كان لنا في انفسنا ايه؟ حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم من الاموات. ايه؟ بص للي حواليه قال لهم بص يا رجاله احنا يا ميتين. بيطمنوا. لبولس الرسول بصوا يا جماعه احنا يا ميتين يا ايه؟ بس اسمعوا ايه؟ ربنا هيقومنا من الموت. شوفوا ايمانه وصل لحد فين. وقام ولا ما قامش؟ ما قوموش من الموت في ترواس بعد ما عملوا عليه رجمه عظيمه. تعرفين يعني ايه رجمه؟ تتجمع البلد كلها وكل واحد يجيب اكبر حجر عنده. انا مثلا هجيب حجر كده وارميه على نافوخ حضرتك هيحصل لك ايه؟ وبعدين كروس يجيب كمان حجر تاني. تسمك ايه؟ ومايكل يجيب كمان حجر يحصل لك ايه بقى؟ هتشر دم مش كده؟ البلد كلها خرجت على بولس رجموه وعملوا رجمه عظيمه. بولس يبقى بولس كان ايه؟ في اعداد الاموات. فالتلاميذ قالوا لازم ندفنه. راحوا بالليل يشيلوا الرجمه، يشيلوا حجر، حاجات صعبه، ايام سودة لا يمكن حد يتخيلها. وهم ماسكين شمع وماسكين بتاع، ما هم ما يقدرش يعملوا كده قدام الناس بالنهار. ويشيل كده ويشيل كده ويشيل هوب بس ده طرف الجلابيه اهو، شيل كده ادي رجل بولس اهو، ايه ده؟ طرف ايده وطرف شال كده حد ما شال اخر حاجه. راح بولس قايم ماشي في وسطهم يقول هو دخلنا ودخل يبشر تاني. فهو يقول في الميتات مرارا كثيره. فالراجل كان عنده ثقه ان ربنا مش ينقذه، انه حتى لو مات ربنا يعمل ايه؟ ساعات إيماننا يقف عند حدود معينة ووقت معين وسن معين وفرصة معينة. قول كده بقى ربنا مش هيعمل. وده محتاج اللي يتحدى أيضا. ليه؟ ده لكم مثال. كان في شخص اسمه لعازر واخواته الاثنين مريم ومرسى، الثلاثة دول كان بيحبهم. قالوا لعازر حبيبك قد مات، لست أحبه مريض. ف يسوع لما سمع لعازر مريض ما راحش، كان عايز يومين سفر ما راحش. وبعد يومين جاله خبر لعازر حبيبك مات. قال لهم لعازر مات وانا اذهب لاقسم. قالوا ان كان ينام هيقوم. قال لهم لعازر مات. فخد يومين سفر، يبقى فات كم يوم؟
خلاص. فلما وصل لقى نظرات العتاب من مريم ومرسى بصوا كده. قلت هنا لم يموت اخي، جاي دلوقتي. يسوع قال لها سيقوم اخوك. عارفه 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 انه هيقوم في الزمن الاخير في المجيئة. لا يا مريم، انا قيامه يا مريم، انا قيامه يا مريم، انا من امن بي ولو مات ايه؟ وان كان حيا لن يموت فيما. ايه ده؟ وروني اين وضعتموه. راحوا واخدينه عند القبر. يعني هو عيان كانت سهله. يا ما شافيت مرضى وحمد بطرس وناس كتير. بعد ما مات وقف قدام القبر، رفع ايديه، قال له ايها الاب احمدك لانك دائما تسمع لعازر هلم خارجا. يا سيد قد انتن. قال لهم ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر. قعدوا يدحرجوا الحجر، الهويه فتحت ابوابها، وعازر استرد عافيته وخرج وهو مربط بالاجفان. قال لهم حلوا ودعوا يمضي. ايه ده؟ هنا يسوع تجاوز تصورات كل التلاميذ واخوات العازر. هم شايفينه يه كبير ويشفي امراض، بس انا اكتشف انه يقدر يعمل ايه؟ يحيي من الموت. فعايز اقول لك لما تلاقي الامور سائد جدا اوعى برضه تشك في ربنا، اوعى. خلي ثقتك فيه للنهايه، انه هيتمجد بصوره اعظم من اللي انت كنت متخيلها قبل كده، حتى لو اتاخر عليك. لدرجه يقول القديس بولس الرسول احسبوا انات الله خلاصا، احسبوا انات الله خلاصا. اتاخر عليك انت يا رب، عارف يا رب ظروفي صعبة والأيام مرة والفرص بتقل والوقت مش في مصلحتي يا رب، عارف وحاسس بيك وحاسس بيك. لو وثقت ان انا هعمل هعمل. قال لا ان امنت ايه؟ ها كده مرسى امنت ولا ما امنتش؟ امنت ولا ما امنتش؟ امنت. بدليل ان حصل ايه؟ رأت مجد الله، رأت الله بيتمجد. اللي كان يعجبني في الموضوع ده قوي امنا العذراء، لما لسه محتفلين بعرس قنا الجليل، اول ما لقت الدربكه كده والبيت ما فيهوش خير، مالكم؟ ما عندناش خمر والمعازيم كتير، ما تقلقوش ما تقلقوش. جميلة هي وراسية وحلوة كده. وجات لي يسوع قالت له ليس عندهم خمر. يا امرأة مالي ولك لم تأتي ساعتي بعد. قال لها اه ولا قال لها لا؟ ها كانوا بيقول لها لا. هي بقى خلاص كشت. لا راحت للخدام. شايفين الراجل قاعد هناك ده؟ اه. مهما قال لكم افعلوه. خدام صف كده راحوا عنده. نعمل ايه؟ قالوا انتوا مين؟ احنا الخدام. الست الاميره اللي هناك دي قالت لنا مهما قال لكم افعلوا. قال لهم روحوا املوا ميه املاوا الاجرام. ده يشوف ابوها قال لها لا، بس برضه على ثقتها وايمانها الجميل شخصيتها الحلوه قالت لهم روحوا عليه اللي يقولوا لكم اعملوه. ويروحوا عادي عد. انتوا بتعبوا ميه يا رجال. الراجل الامير اللي هناك ده ابن الست الطيبه دي قال لنا عبوا ميه. احنا مش عايزين ميه لا مؤاخذه، احنا عايزين خمر. اهو هو قال كده عب ميه. موضوع صعب عشان تملى ست اجرام. عب 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 فاضل عب يا عم. لم قال لك عب عب؟ راحوا بقى وهم احنا ملينا الاجرام. قال طب استقوا ودوا رئيس المتكة ميه. روح راح يستقوا وراحوا رئيس المتكة الخمر الحلوه دي خمر. رجعوا على الاجران لقوا كلها. ايه ده؟ اوعى لكونيه شديد القدره
يمكن يطلب منك تعمل حاجات ما انتش مقتنع بيها. والعجيب من طاعتك دي يعمل كتير قوي. فمش بس عدم الإيمان بيعطل، عدم الطاعة أيضا بيعطل. احنا محتاجين نتعلم يسوع صدقوني بأمانة. أنا يعني عايز أقول لكم احنا محتاجين زي ما قال بولس الرسول، لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا، لم تتعلموا المسيح هكذا. نحن نحتاج أن نتعلم المسيح عشان خاطر نقدر نعدي. ففي وسط الأزمات دي كلها يجي يسوع يقول لك لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، الله والمال. طب احنا مش عارفين، احنا مش عارفين احنا بنخدم مين. اقول لك انا، اذا كنت خايف ومضطرب انت عبد للمال، انه سيد قاسي لا يرحم. اذا كنت مطمئن انت عبد لله. طب ازاي؟ قلت تأملوا طيور السماء انها لا تزرع ولا تجمع ولا تضع في مخازن، وأبوكم السماء وهي قوت. خدوا بالكم، هو أبوكم ولا أبوها؟ خدوا بالكم، أبوكم ولا أبوها؟ أبوكم أنتم بيقوتها هي. أفلا يعطيكم أنتم يا قليل الإيمان؟ أبويا أنا بيطعم العصافير مش هدينا أنا؟ تأملوا الزنابق الحقل، لا تغزل ولا تنسج. قل لكم ولا سليمان كان يلبس كواحدة منها. أبوكم السماوي يلبسها كذا. كلمة أبوك دي بترن في قلوبك، أنت حاسس ربنا أبوك. ساعات إبليس يشتغلك يقول لك ما بص أنت عامل خطية، وأنت أخلاقك مش قد كده، وصلواتك ضعيفة، ويقعد يقول لك حاجات كتير يعني عشان يعني يأسك من ربنا. أنا هقول لك آية تقولها له عشان خاطر هو تبت شويتين. آية قالها المسيح، إن الله يشرق بشمسه على الأبرار وإيه؟ لا قالوها وراي، على الأبرار وإيه؟ وينعم على الغير الشاكرين وإيه؟ سد بق. أنا وحش بس هيديني. إيه؟ أنا شرير وهيديني. لازم ترد عليه بآية، خليش إبليس يتمكن منك. قول ما أنت عشان كذا ما عملش كذا، ما أنت عشان أنت كذا ما عملش. قول له لا، خليك بره، الدايرة دي مش بتاعتك خالص. لو ما عرفناش نواجه حربه من الانجيل هيقدر علينا. عشان كده قال تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. صدقني مهما كانت خطيه، مهما كان ضعفك، ولك هذا المسكين صرخ الى الرب والرب سمعه ومن جميع ضيقاته ايه خلص. دايما احب اخد رؤيه انا للسنه. جيت كنت بصلي وبعدين لقيت ربنا بعت لي رساله حلوه وهقراها معاكم، انا هتنفعنا كلنا صدقوني. في سفر الرؤيا اصحاح 3، اصحاح 3، تعالوا اقروها كده وهتحبوها زي ما انا حبيتها. ويقول ايه؟ عدد 7، واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد إيه يغلق. هي ما طلعتش؟ طب ما بتقولوش معايا ليه؟ قولوا كده خلي الدنيا تبقى كويسة عشان أخلص بسرعة. قولوا، ها قولوا عشان أخلص بسرعة. يلا، ها الذي يفتح ولا احد ايه ويغلق ولا احد ايه يفتح. كويس او انا عارف اعمالك، ها انا ذا جعلت امامك بابا مفتوحا. انا استشف من كده ايه؟ ان اعماله حلوه ولا وحشه؟ شوفوا بقى المفاجاه اللي جايه، ولا يستطيع احد ان يغلقه. ليه؟ لان لك قوه يسيره. لك قوه ايه؟ ضعيف ولا قوي؟ هو ضعيف، قوة يسيرة. إن صلى صلاة ضعيفة، وإن قرأ الإنجيل ضعيف،
وانخدم خدمة معفنة زي ضعيف، وانقال مش عارف ايه كلام متعتن. ايه ده 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 الراجل ده ستار كده ولا اي حاجة؟ ده اي حاجة. انا الرسالة دي كانت لي، انت ليك قوة يا سيارة، اشكرك. قعدت اقرأ ورا القوة يا سيارة دي، ربنا هيعمل ايه؟ قال له قد حفظت كلماتي، انت بتحب الانجيل ولم تنكر اسمي، عمرك ما انكرت ايمانك. دول بس كده، اه بتحب الانجيل ما انكرتش اسمي. طيب هعمل ايه بقى؟ قولوا معايا، ها انا ذا ايه؟ ها انا ذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهود، بل يكذبون. ها انا ذا اصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفوني ان انا احببتك. انت فارق معاك يا رب ان الناس اللي هنوني ترد لي اعتباري قدامهم؟ فارق معاك؟ بصوا اللي جاي، لانك حفظت كلمه صبري انا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه العتيده ان تاتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. انا هنقذك من التجربه اللي جايه. وبعدين ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك. احنا قلنا الراجل ده قوته يسيره ولا قوته كبيره؟ ضعيف ولا قوي؟ فبيقول له تمسك ما عندك، يعني حتى لو عندك صلاه ضعيفه اتمسك بيها. ان ساعات ابليس يسخف لك صلواتك تسيبها. حتى لو عندك قرايه ضعيفه بالانجيل اتمسك بيها، ليها اكليل. يقول لك تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك. تقولش انا خدمتي ضعيفه بناقصها، تمسك بيها. تقولش انا قرايتي في الانجيل ضعيفه، تمسك. تخيل المبدا كانت رساله، بس اللي جاي كان مكافاه. لما يكون واحد ضعيف الله يديله مسؤوليات كبيره ولا يعني اركن على جنب نجيب حد قوي؟ قال كده بقى، شوف اللي جاي بقى المفاجأة الكبيرة. بيقول له ايه؟ من يغلب سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يخرج إلى خارج. اما رحت افتش على كلمة من يغلب لقيت هذه غلبة العالم، ايماننا اللي يؤمن. طب ده انت قلت ان قوته ضعيفة تجعله عمود، انا هجعلك عمود يا رب يسوع المسيح. رسالة تعزية لنفس ضعيفة، لنفسي على قدها قوي، ما فيهاش اي تبكيت على حاجة، وما فيهاش اي تحذير ولا انذار. رسالة عزاء للنفس المتعبة. ربنا جميل قوي وعايز يسندنا وعايز يحمينا، وهو معانا في كل حين. وداود بقى اكيد ندمان على الكلمتين اللي قالهم دول، فضفض بيهم كده وقت زعل، واكيد بيقول يا جماعة اختي تسامحوني. والمجد لله دائما ابدا امين.